حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عندي حتى حاجه، عندي الله وعندي خوتي المغاربه. كنطلب من شي مسؤول يوقف معايا هاد الليله. راني بيته في الزنقه، راني بيته في الزنقه خوتي، وراه ما تبغوش نخصكم بحال هكا. راني ضليت اليوم لا فطور لا غدا، حتى كنتفاجئ حتى كنلقى الباب مطرق، حتى كنلقى الباب مطرق وداخلين ودفعوا فيا. كيدفعوا فيا انا مراه حيت بوحدي ما عنديش الاولاد، عندي عبليه والله وحده بغاها الله داها الله عنده، وانا عندي الله وانتو معايا. وكنطلب من جلاله الملك سيدنا الله ينصره ويخليه لينا تاج فوق راسنا. كنطلب يا ربي وقف معايا شي حد في هذه الليله، شي حد يدخل ليا عف الدوسي ديالي اللي مشى للسلاف. وكنقولها ونعاود نقولها ونعاود نقولها قدام المشاهدين، قدام المغاربه كاملين، حمدانيه عندي، الموضوع عندي، الكارت جديده درتها، انتخبت الحمد لله، عندي الوقت انتخاب، عندي كل شيء. وهذا الراجل مسكين درويش ما عندوش، عندنا الله وما عنده منفوذ، انا عندي الله، الله هو اللي ياخذ فيهم الحق. لا ضعت هنا عاد ربي راه ما ضيعهاش. انا خوتي كنطلب من خوتي، كنطلب من شيخ الخنوشي الله يرحم لي ميمته يوقف معايا، كنطلب من سعدة العامل يوقف معايا الله يخليه ويطول عمره. الله ما خليت يدنا، عاش محمد السادس الله يخليك لينا، وعطيتي لدارنا استفادات، كلشي استفاد الحمد لله، المسيره كامله كامله. وانا نجرو عليا عبيت اخويا عبيت اطرقوا دابا واحد السيد مسكين هو اللي حل ليا، وانا خويا الباب ديالي قالك لا دخلتي لي غتشدي في الحبس، غيمونطوني اخويا. والسيد هاد السيد اش بغى عندي؟ راه عنده بنت، راه عنده بنت اخوتي، راه سمحوا لي راني جهلت، راني عييت المحاميين اللي نديرو ما بقاش يعود يجيني، نعيط ليهم الليل والصباح ما يبغوش يجوني. انا عييت ما عنديش الفلوس، واني عبد الله كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا بالدعوات، وكنطلب من عندهم الله ياخذ فيهم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. البنيه راه هنايا راه عندها 15 عام، انا على قبل بنتي اللي كتقرا قالت لي يا ماما باغا نتخرج محاميه. اهلا ماما، انا بغيت نتخرج محاميه على قبل بحالك يا ماما. وانا الحمد لله كنطلب من خوتي ومن المحسنين ومن شي واحد مسؤول يدخل لي في الدوسي ديالي في محكمه الاستئناف. باش حكمت في الابتدائي كيفاش غتحكم في الاستئناف عباد الله؟ الحمد لله ولدي الله يحفظك الله يخليك. وما نقولش لك ولدي راه مشكل، هي راه مشكل، انا في الزنقه مشكل، انتم كتشوفوا فيه بركه في الزنقه. خرجني السانديك هنايا والسكان كلشي قبيله كيشوفوا، قال لك خوي لينا المكتب ديال السانديك، هذا مكتب سانديك، هو راه مكتب ديال وماشي مكتب ديال السانديك، هو كونسياج. نهار الاول سكننا مع الناس حنايا، درنا اوراق حنايا، الناس كاينين عندنا الاسماء ديالهم، عندنا اسماء. انا خدامه فون دي ميناج 2006 بديت، ومعايا بنيتي هذه، معايا البنت، انا باقا ديك الساعه ما حملت بها، كاينه معايا البنيه ديالي كتصور اليوم قسما بالله ما مشاتش للمدرسه ما قراتش، حيت الادوات كلشي لداخل، الحوايج باش غتبدل ديال الجوج كلشي كاين لداخل. هذا الراجل الله ياخذ فيه الحق، قال لك خدمنا حنا مع سيزيكي، سيزيكي هذه، سيزيكي هذه ماشي سيزيكي، ها انتم كتشوفوا جا واحد الفرع واحد العام حنا ما كيخلصوناش، 2009 توقف علينا الخلاص، بقيت خدامه. جاتني وحده قالت لي انت راكي ساكنه خاصكي تخدمي، قلت لها واخا ماشي مشكل، خدمت والله ولدي لا كنخدم. توقع عليا واحد الاجهاض انا وربي شاهد عليا، وقع عليا صافي وانا نوقف، وقفت ما بقيتش قديت حتى الموت قسما بالله. وما رحموش، مشى عندهم الراجل وقال لي السانديك خلصني، قال لي ما عندي والو في الصندوق بحال هكا. وكنقولها قدام الله وقدامكم وقدام الله سبحانه وتعالى، وكنطلب من عند ربي سبحانه وتعالى. كنشوف دابا بغيت شي مسؤول اللي تدخل ليا في الدوسي ديالي، اللي تحكمت ليا في المحكمه الابتدائيه ديال المحمديه، فاش حكمات تحكمت ليا بالفلوس. شي كنت حكم ليا نهار الاول بالافراغ غندير شنو ندير راسي؟ نهار الاول تحكمت ليا 16 مليون، انا 8 والراجل 8، حيت الراجل كيدير حارس وانا كندير فون دي ميناج اخويا. انا كنطلب من عند الله وجلاله الملك الله ينصره والله يخليه لينا. جا وقال لك اليوم السلطات هذاك مفوض قضائي جا اليوم مع هذيك شي 10 بحال هكاك. المهم احنا هذيك الساعه في المدرسه انا مع بنتي، ومن المدرسه غادي ندوز اخويا للطبيب. كنمشي للسبيطار مولاي عبد الله الحمد لله عندي الراميد، كنمشي عندي ورقيه عندي لاكارت ديالي، دابا كلشي بقى، دابا لاكارت راه ما عرفتها فين بقات. وانا كنطلب من عندكم ومن جلالة الملك الله يخليه لينا الله ينصرو تاج فوق راسنا. انا لحد الان كنقولها، كنطلب من خوتي المحسنين يتدخلوا فيا في القضيه ديالي انايا، راني ذرحت وراني تشرت
وراه ما نقولش لك لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. راه حاشا كلب لا حوز راه كتربي وكتولفه. انا هاد الناس يعطوني على رزقي، يعطوني رزقي خويا، والله القسم ما نبقى فيها دقيقه، راه فيها الغموله، راه مرتب الضيقه. هاد الناس ما خلاو كيداروا، سدوا عليا السطوحه، ما بغيتش نمشي للبوليس، ما خلاو كيداروا ليا. هاد الناس، هاد السانديك سكن في 2011، انا 2006 دخلت، انت درتي سانديك ما درتي قانوني، قال لك انا درت دابا سانديك قانوني. حتى النهار الاول ملي دخلنا المحكمه الابتدائيه ديال المحمديه قالت لي الوكيله خرج برا، انا اللي بقيت زوره بن حسان ها القد والقد مالك، انا ما عرفتش. انا قال لي المحامي تحكمت لك في صالحك هنايا، دوال السناف صافي القضيه ضمست تما، وكنقول ربي شاهد عليا. انا كنقولها قدامكم وقدام العالم ديالي كله، كنطلبوا كيشوف فيا لي وجه لله، لما شوفوا فيا لي وجه لله وقفوا معايا. الله يجعل ربي يوقف معاكم، راه عليهم دنيا وغدا اخره، راه ما كاين على الله والموت. انا اليوم راني مشرد، راني ليحين لي حوايج، لا حوايجي ما ليحينهمش، وحوايجي بقاو عباد الله برا لداخل، وانا برا، انا برا حاجه وحده الرايات ديال الملك. انا راني دمي حمار الحمد لله، وراني مسلمه. راه كنطلب منكم اخوتي مغاربه، كنطلبكم منا وقفوا معايا، ووقفوا معايا، ووقفوا معايا. الله يجعل ربي يوقف معاكم، راني ظلمت في هاد البلاد، وراني تحقرت، وراني بنت البلاد. انا ماشيش وحده برانيه عباد الله، حسبي الله ونعم الوكيل اخوتي، حسبي الله ونعم الوكيل. راني ما بقى عندي ما نقول، راني بحيت، راه كتشوفوا في الصوت كي ديالي. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.